هذه اتفاقية مهمة بين مؤسسة أناسي الإنتاج والتصوير السينمائي والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ألكسو. هدفها إطلاق المشاريع، تبني المبادرات من أجل تحفيز الشباب للانخراط والتفاعل مع المبادرات الإبداعية تحديدا. وأيضا تهدف هذه الاتفاقية التي يرعاها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح لتعزيز دور اللغة العربية كحافظة للخصوصيات الثقافية وتعريف الناشئة ومختلف الأجيال بالقيم الثقافية العربية الأصيلة، وأيضا نشر الثقافة العربية والترويج لها في مختلف المحافل والتظاهرات وتوظيف الثقافة والفن والإنتاج الإعلامي لنشر هذه القيم وترسيخ وجودها.